البيت ما بيتكركبش بقاله كام يوم كده يا سيف؟ انا ابتديت اقلق عليك يا حبيبي، انت كويس يا ساره؟ يعني البيت يتكركب مش عاجب، يتروق مش عاجب. سيبيني انام يا ساره لو سمحت، انا سو مكتئب، ريلي مكتئب، حقيقي مكتئب. لو عايزه تكركبيه سهل، انا لو عدلت رجلي كده هكركبه لك في دقيقتين. طب سيف اللي يفرفشك كده ويقولك على خبر حلو تعمل له ايه؟ ايه المدرسه الانترناشونال بتاعت فريده وياسر صعبنا عليهم ومش عايزين مصاريف. ايه ده؟ لا طبعا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يبقى شركه التامين وافقت انها تصلح العربيه اللي انا دشملتها. سيف مش بنقول الكلمه دي، ونوي طبعا يوافقوا عشان ما حدش بيركن عربيته مموره في منزل. انا بقولك خبر حلو جدا. ايه بقى؟ ما انا مش عارف. مامي راجعه بكره من دبي وهتيجي تقعد معانا في البيت. نعم. في ايه يا سيف؟ مش حاساك مبسوط ليه؟ دي حماتك اللي انت بتحبها، دي هتساعدك وهتاخد بالها من فريدة وياسر عشان ترجع انت بقى الشغل. هرجع شغلي؟ يا سارة يا سارة انا اترفدت من الشغل، وشركة الاعلانات قفلت، وفاروق بيفلس وبقى محظور، قصدي مزنوق في الديون. وات؟ انا شو صدقها، انا مصدومة، انا مكتئبة. لا ريلي مكتئبة. لا ايه ده، انا هيغمى عليا مية هوا، مش قادرة اتنفس يا سيف، الاكسجين مش داخل جسمي. انا كان قلبي حاسس انك مخبي عليا حاجة يا سيف. مخبي عليكي حاجة؟ امال لما مامتك تيجي وتعرف ان قالب بيتك الشيك ده حضانة الصبح هتعمله فيا ايه؟ صباح الخير، انا متأخرة جدا على البنك ولازم اروح شغلي في ميعاده، ها عشان اعرف اترقى كده. خدتي بالك يا فريده؟ ما خدتش حاجه يا ماما. هو ايه ده؟ شاطره يا فريده، ما تاخديش حاجه مش بتاعتك، ولا بالك ولا بالكيش ولا بتاع. بس يا فريده يا حبيبتي، انا كمان كنت عايز اقولك على حاجه. ايوه يا بابي. بدل ما كنا نقعد نزن ونشن طول الليل ونندب حظنا ونعد في الاقساط اللي علينا، مش كنا نمنا بدري عشان نلحق شغلنا الصبح وما نتاخرش؟ مظبوط يا فرفوره ولا ايه؟ مظبوط يا بابي. هو ايه اللي مظبوط يا فرفوره ومظبوط يا بابي؟ في ايه يا ماما؟ انت 5 دقايق ونازله، لكن بابي قاعد معانا طول النهار، يبقى مظبوط. وانا كمان مظبوط. ايه ده، انت مش كنت بتشربها ساده يا ياسر؟ عارفين يا ولاد ان اعظم العظماء اترفدوا من شغلهم؟ عندك اوبرا وينفري مثلا اترفدت، عمك إلفيس بريسلي اللي هو بتاع بنجي بنجي لاندي دينجي بنجي، عارفين المشهور ده اترفد. ستيف جوبز مثلا اللي لو ما كانش اترفد ما كنتوش هتلاقوا الايباد اللي بتلعبوا بيه طول النهار ده. لا ونروح لبعيد ليه، من ابرز المعاصرين اللي اترفدوا من شغلهم الوحش الازرق شلبي سلوفان، وبرنس قاع الهامور الاسطوره الصفراء سبونج بوب اترفد. انا مش فاهمه يعني ايه الفاليو اللي انت بتضيفها للولاد، بتقول لهم اترفدوا؟ لا بقول لهم صدقوا اللي انتوا عايزين تعملوه وامشوا ورا حلمكم والمسوه وطلعوا المارد اللي جواكم. حبيبي يا سيف انا عايزاك بقى تطلع لي المارد اللي جواك ده عشان يدفع لي قسط النادي بكره. والله لسه رافده امبارح، والله المارد اصله اتاخر، يعني لو كنت بدرت يومين بس كنت لحقتي. بس اوعدك هنزل اعلان على اي باي ادور على مارد استعمال طبيب وتكون حالته كويسه. ما كفايه هزار بقى يا سيف، عندنا زياره في اي بي النهارده، مامي جايه ولا نسيت؟ ودي حاجه تتنسي؟ دي مصيبه. بتقول حاجه يا سيف؟ لا كنت بقول يعني لو تسيب لنا بس. لا انسى ولا مليم. لا مستوره الحمد لله يا استساره، انا بس كنت بقول لك لو تسيب لنا المرض اللي جواكي لو مش محتاجاه النهارده. اوف بقى. تيتا جايه النهارده يا فريده، فاحنا عاوزين ايه بقى؟ نلحق الولاد قبل ما يجوا ونقول لهم ان النهارده اجازه. انا هروح اقول لعمك سالم في الانتركام، اوكي؟ وانت بعتي لهم على جروب الحضانه. ماشي ماشي. مين يا ياسر؟ ده عمو سالم ومعاه الولاد كلهم. انا قلت اجيبك الاولاد من بدري يا استاذ سيف، تلاقيهم وحشينك يا سالم. انت ما فكرتش تروح تشتغل مع المافيا مثلا او اي منظمه ارهابيه في العالم؟ لا والله ما جاتش في مخيلتي خالص دي، بس ليه ولا مؤاخذه يعني؟ عشان المجهود اللي انت بتبذله في التفكير ده ممكن يستثمر في اسقاط دول بحالها. حرام عليك يا اخي، حماتي جايه كمان شويه وانت جايب لي العيال بدري ساعه. الله، ولا اعرف منين،
بس لو الست الكبيره جت وقالت للست الصغيره هيبقى الصريخ واصل للمريخ. اه وبتوع المريخ دلوقتي عندهم امتحانات ومش عايزين نقلقهم طبعا، فانت تنزل حالا وتامن على المدخل، لو حماتي وصلت اضرب لي واحد انتركام، فاهم؟ اهلا اهلا يا اولاد، وحشتوني جدا، اتفضلوا تعالوا. انت كمان وحشتني يا انكل سيف على فكره، عشان بيتك ستايلش بالنسبه لبيت انكل فتحي. ده من كرم اخلاقك والله يا شيري يا فاشونيستا. هياصي بقى، انا جايب لك احدث مجلات الموضه جوه على الترابيزه عشان تطلعي المارد اللي جواكي. ميرسي يا مراحب. مرحب بيك يا ذوق. بص يا شريف حبيبي، انا عامل لك برج خشب قريب جدا من النجفه، نفس المكان اللي انت بتحبه يعني، لحد ما نقوم بعمليه حوار وطني ونحاول نصالحك على المجتمع بقى. تشكرات يا رياسه. ايه الواد ده؟ اهلا مدام وفاء يا ام حلبوسو. لا 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 لا، حلبوسو كلبوسو. حلبوسو وحشت اونكل سيف. انت كميله حلوه، انت كميله مقرفه. هو وشه اصفر ليه كده؟ انت مش بتديله الفيتامينز بتاعته في مواعيدها ولا ايه؟ لا 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 لا، ناخد بالنا بقى. لا والله، هو كان مكتئب خالص اليومين اللي فاتوا يا حبه عين امه، علشان ما كانش بيجي الحضانه عند حضرتك. صح يا حلبوسي يا كنبوسه. خلاص بعد اذنك ثانيه واحده يا مدام وفاء، لحسن شريف شكله طلع المارد اللي جواهم كلهم. يا شريف، انا عامل لك البتاع الخشب ده عشان تقعد في البرج العاجي لوحدك تريح اعصابك، مش عشان تصطاد العيال من فوق بالشباشب. عمري معاه في شر وميه وطالع بالمطبخ. اضرب. اتكلي على الله. انت دلوقتي يا مدام وفاء لحسن، محتاج الحق الولاد. شريف قطع الطريق على قوافل التجاره، ودي فيها مشكله بين قبائل المنطقه. اتكلي على الله، اتكلي على الله. كان الله والله في العون يا استاذ سيف. انزل يا قاضي يا شريف، انزل. وانت يا عمرو سيب اللي في ايدك، قصدي اللي في بقك ده، وتعالوا هنا كلكم. نهال، خدت الغياب؟ يس، كلنا موجودين يا انكل. طب كويس. لا مش كويس قوي يعني. بص يا اولاد، دلوقتي الحضانه دي سريه، احنا عارفين. هي مش سريه قوي يعني، هي سريه بالنسبه لطنطكم ساره بس. ماشي. المهم ان دلوقتي طنط مامه ساره جايه، محدش يقول هاي هتلر، يعني انا حماتي زمانها جايه بعد شويه، مفهوم؟ جدة فريده وياسر جايه، ولازم نلاقي حل علشان ما نتقفش. باد وورد. ماشي يا فريده، هبقى اشيل الكلام اللي مش عاجبك في المونتاج يا روحي. نداء عاجل من حراسه منطقه مدخل العماره الى الاستاذ سيف القاتل من الدور ال11. السانسير فيه سم قاتل، التيتا طالعه في السانسير. يا استاذ سيف الحق خبي العيال، التيتا طالعه في السانسير. السانسير فيه سم قاتل. يا دي النور، يا دي الهنا، مامت ساره عندنا. هاي هتلر. اهلا اهلا، عنك الشنطه يا طنط. بيقول ايه سالم المتخلف ده؟ انا سم القاتل؟ انا؟ هو قال كده؟ لا 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 لا، مش ممكن، اكيد حضرتك سمعتيها غلط ولا حاجه. فعلا؟ وعيال ايه اللي هتخبيهم دول؟ لا اصل ياسر وفريده يعني كانوا عاوزين يستخبوا، واول ما تدخلي يعملوا لك بو سربرايز يعني. يا عيال بقى. امال فين فريده؟ بتخبيهم. قصدي يعني جايه اهي. يا فريده. تيتا حبيبي. تيتا ازيك يا تيتا، وحشتيني. اتفضلي يا حماتي. دويت العيال كويس يا فريده؟ دويت يا بابي، تويتا في الفراغ اللي على مقاسه. اوعي تكوني اعتبرتي البلاعه من الفراغات يا فرفوره. لا تقلق. لا اقلق. شو عندك اخبار؟ ما تدخلي تريحي جوه يا طنط، ده تلاقي مشوار الاسانسير تعب حضرتك. لا حبيبي، انا هقعد هنا على الكنبه عشان اتفرج على اعاده المسلسل التركي، اصلي بحب اشوفه مرتين ثلاثه اربعه خمسه، بموت في لهجتهم السوري. يا الله، شو مهضوم هالحكي. فريده. شو بابا؟ شو ايه وبتاع ايه يا حبيبتي؟ بقولك ايه، هي تيتا عندها رجل تالته صغيره، ولا انا اللي محتاج اعمل نظاره؟ دي رجلي انهاري يا بابي، طلع من تحت الكنبه. طب حاولي تسوقيها بالراحه من غير ما تيتا تاخد بالها. حلوة الكوشن الجديدة دي يا سيف، فلافي كده، والشراشيب اللي فيها كمان لونها جميل، جايبينها منين دي؟ ده عمري يا بابي، الشراشيب دي شعري شري. يا سيف. أيوة يا طنط، الكوشن دي من الدور الثالث والشراشيب من السابع أو الرابع، مش فاكر قوي والله. إيه يا فريدة، انت مخبيهم كلهم تحت الكنبة وحواليها ولا إيه؟ لا يا بابي، جمال جوه في المطبخ. أنا لساني مش قادر يسألك على مكان العيال الصغيرة، خايف لا تكوني عملتيهم سوست مثلا ولا سندات للكنبة. ما
تخافش يا بابي، مش هيطلعوا صوت. يا ترى ليه يا فريدة مش هيطلعوا صوت يا حبيبتي؟ ليه؟ أصلهم برا على المنشر. آه على المنشر. لا طب خلاص، أهم حاجة تكوني عصرتي كويس قبل ما المنشر. المنشر المنشر يا خرب السوح، حجر الحقهم لحسن ينشفوا مننا. فريدة دي ما تعملش حاجة بزمة خالص، يعني مكسلة تعلق الواد حلبوس وهاني هاني بمشابك كتيرة. هم كانوا حيقعوا لولا أنا لحقتهم على آخر لحظة. إيه ده؟ أنت جيت يا عم فاروق؟ من شوية، مش تقولي يا أستاذ سيف إن عندك حما سكرة كده؟ آه، ويا ترى إيه المناسبة اللي تخلينا فتحك في موضوع زي ده؟ بس أنا ملاحظ كده إن أنتوا تعرفتوا على بعض كويس وخدتوا على بعض كمان. آه، حد ما ياخدش على القمر؟ أمال فين الأولاد يا أستاذ سيف؟ آه، ياسر وفريدة هم قدامك هم. لا أنا قصدي على عم فاروق، القمر اللي حضرتك كنت بتتغزل فيها من شوية دي تبقى مامة سارة مراتي، حماتي، حماتي يعني سارة. هاي هتلر. طب ويعني مش فاهم. دي تيتا نامت. الحمد لله يا عم فاروق، هتودينا في داهية. حماتي ما تعرفش اننا عاملين حضانة. ودي عايزة مفهومية، ده انا افهمها وهي طايرة يا ولد. طب طير انت بقى، يلا هات حلبوس وهاني من جوه بسرعة عشان نهربهم قبل ما حماتي تصحى. يلا يا فريدة بسرعة، انت كمان اندهي عمك سالم في الانتركام يجي علشان ياخد الولاد، وسلميه بالعدد عشان ما ننساش حد جوه. يلا يا ولاد بالترتيب، البيبيهات الاول، بعدين الاولاد، بعدين البنات، بعدين الشريف، ها عشان ده صنف لوحده. ياسر حط اي حاجه بسرعه في ودن تيتا عشان ما تسمعش الدوشه. تمام يا بابي، بس دي بتبربش بعينيها، اصل كنت فاكرها هتصحى. سد لها كل الحواس اللي تقدر عليها يا ياسر، خلينا نخلص. حاجه على عينيها عشان ما تفاجئناش وتفتحهم، ومشبك في مناخيرها عشان ما تشمش ريحه حلموس وهاني وهم طالعين، والودان هم اصلا مش شغالين من قبل كده. خلاص يبقى كده 100 100. طب وبقها يا بابي؟ لا ما انت سيب لها حته عشان النفس بقى، وافرش جرايد قبل ما تبتدي شغل عشان تشتغل على نظافه. يلا 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 كله بسرعه بسرعه. يلا يا عم فاروق انت كمان، هوب 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 هوب. يلا خلاص كده تمام يا فريده، كله هرب. ايوه يا بابي كله هرب 100 100. طب اقفلي الباب بقى. مش هينفع يا بابي، اصلي مامي جت. ايه ايه رايكم في السربرايز دي يا حلوين؟ ايه ده اللي انتوا عاملينه في تيتا ده؟ لو قلتلك كنا بنطلع المارد اللي جواها هتصدقيني؟